نعمل الكنافة. الكنافة حلوة قوي. هنجيب بس كزرونة يا أحمد من فضلك عشان نعمل الكنافة دي. بس هرجع ده كده ونجيب دي كده. نص كيلو من الكنافة، نص كيلو من الكنافة. عندنا كمان كوباية من السمنة، كوباية من السمنة. تاني، نص كيلو من الكنافة، كوباية من السمنة. ده للكنافة دي اللي هنعملها. الحشوة بقى عبارة عن ايه؟ نص لتر لبن ومعلقتين من النشا وربع كوباية سكر وكمان معلقة فانيليا، وعندنا معلقتين من الزبدة عشان احنا هنعملها تبقى ريتش شوية، يعني غنية شوية. وكمان هنحط لها في الآخر كوباية من الكريمة اللباني المخفوقة. نقول تاني المقادير بتاعت الحشوة دي، الحشوة دي مختلفة وطعمها حلو قوي وهتشوفوا حاجة جديدة. أول حاجة نص كيلو من الكنافة، عليها كوباية سمنة كاملة. كوباية سمنة إيه؟ كاملة. وبعدين عندنا الحشوة، نص لتر لبن، معلقتين من النشا، معلقة من الفانيليا، معلقتين من الزبدة، ربع كوباية سكر، وكوباية كريمة لباني مخفوقة. طيب يلا بينا نركب مع بعض الحاجة. طب فين الشربات اللي حنيجي